مصر حبيبنا ونحبها والله زي اليمن، وهي احتضنت كثير من الدول العربية في هذا ظل هذا الوضع، ولذلك ايش امن وامان ولا فيه ايش، ما قد سمعنا احد من المصريين يقول انت لاجي وانت هلا غريب، كأن احنا اخوانهم. فنشكر مصر قيادة والجيش والامن فيها والمواطنين كلهم محترمين معنا. بدون مجاملة انجازات عظيمة، احنا شاهدنا المدينة الجديدة الإدارية هذا انجازات عظيمة والله في مصر. اتمنى ان معنا رئيس يخدمنا ويبني ويطور ونحن معه، احنا في مثل ما تطورت هنا مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، احنا رأينا البنية التحتية عظيمة مع مصر.